معانا حلقه جديده من عيش وملح، معاكم توته مراد، وان شاء الله هنعمل النهارده وصفات سهله جدا وبسيطه. طبعا كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه النهارده تسوعه وبكره عاشوره، وهنعمل وصفه العاشوره. هنعمل بطريقه بسيطه جدا وسهله، من غير مكونات كتير، من غير كده حاجات يعني فيها افتكاسه. نعملها زي ما كانت جدتي الله يرحمها بتعملها، وكان مش بقى البيت كله، الشارع كله كان بياكل منها. طيب تعالوا نشوف مقادير العاشوره. اول حاجه انا معايا قمح مسلوق، انا معايا هنا لتر من الحليب او اللبن على حسب بقى انتوا يعني نطقوا عندكم ان في البلاد العربيه يعني الخليج عموما اللبن ده بالنسبه لهم زبادي اسمه حليب، فاحنا دايما هتلاقينا بنقول حليب او لبن، بس يعني انتوا بقى ايه هنبقى نوضحها لكم في النص. طيب انا معايا لتر من الحليب، ومعايا كمان نص كيلو من القمح المنقوع اللي هو القمح بتاع البليله، بجيبه اغسله كويس سواء بقى جايباه شركات او سايب، وابتدي ان انا انقعه لمده 12 ساعه مع تغيير الميه مرتين لثلاث مرات. بعد كده بشيل كل الميه بتاعت النقع وبسلقه في ميه كتير، وممكن كمان احتفظ بالميه بتاعته. انا احنا هنا نسينا نحط الميه بتاعته لانها بتدي لون غامق شويه للبليله غير ما تبقى رز بلبن او مهلبيه. طيب معانا كده هنقول مثلا انا مش هستخدم النص كيلو كله، يعني اعتقد هاخد نص الكميه دي، وهنشوف برده واحنا شغالين مع بعض. معانا ايه بقى؟ نشا حوالي مثلا معلقتين كبار، معانا كمان كريم شانتيه خام. طبعا ايام جدتي ما كانش فيه كريم شانتيه خام، كانوا بيحطوا قشطه وش اللبن، فاحنا لو ما فيش قشطه وش اللبن نحط شويه كريم شانتيه خام، حوالي 4 معالق كبار كده. شويه فانيليا باودر او سايله لو انتوا حابين الطعم بتاعها. معانا كمان زبيب وجوز هند وفول سوداني. انا ولا بقى احط لوز ولا احط فستق ولا احط بندق ولا احط الكلام ده كله. هم زمان كانوا بيحطوا شويه زبيب، حبه جوز هند كده، وزبيبتين ثلاثه على كل طبق، تبقى خطيره من الحلويات السهله السريعه والبسيطه، وفي نفس الوقت ساقعه، يعني هنحطها كده ايه حاجه صيفيه ترطب على قلوبنا في الجو ده. طيب بس كده ما عنديش حاجه تانية. تعالوا نشوف نسمي كده بالله ونشوف هنعمل ايه في موضوع العاشوره. بصوا في ناس، نحط بس اللبن الاول، انا احط اهو. في ناس بتضربها في الخلاط كلها، وفي ناس بتاخد جزء منها يضربوه مع مكسرات في الخلاط، وفي ناس بتضربها نص ضربه في الحله او في يعني ايا كان بقى انا هعملها في ايه. فانا هعمل ان انا هضربها نص ضربه هنا، فيبقى عندي ايه؟ الخليط يبقى ناعم شويه وشويه فيه حتت من القمح او البليله، فبتبقى ناعمه وفيها قطع حبيبات كده. فانتوا لو عايزين تضربوها اول عن اخر في الخلاط، لو ما فيش، انا ما كانش فيه طبعا هاند بلندر زمان، ده لسه مستجد علينا. عايزين تضربوها من اولها لاخرها في الخلاط ماشي، بس تبرد عشان لو كاست الخلاط عندنا مش بتستحمل الحاجه السخنه، او لو بايركس بقى او ازاز تمام، او ان احنا نضربها نص ضربه هنا لو متاح عندنا هاند بلندر. الميزه في موضوع ضرب الهاند بلندر ايه؟ ان انا ببقى اخد معلقه، اولا لونها بيغمق شويه لما بنطحن البليله، تاني حاجه بتاكلوا معلقه كريمي جدا وفيها برده حتت قمح، فانا بالنسبه لي النص ضربه دي بتبقى افضل، وانتوا راحتكم بقى حسب ما تحبوا. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ طبعا القمح بتاعي مسلوق، هحط كده واشوف الكميه. اعتقد لتر الحليب هياخد نص الكميه، ناخد معلقه كمان عشان بس دي فيها حليب عشان ما بهدلهاش. والله حسيته بقى ان القوام تقيل عادي جدا، ايه اللي هيحصل؟ نروح مزودين شويه حليب تاني، مش بالنسبه لي مشكله. شفت طريقه بس ما جربتهاش بصراحه، كان حد يعني كان الفيديو شفته، كانت حطت الميه عشان تسلق القمح والسكر، فانا عندي اعتراض واحد صغنن قد كده على الموضوع ده، السكر هيأخر سوى القمح، فانا ما جربتش الوصفه بصراحه، ممكن اجربها يمكن تطلع مظبوطه، بس فكره ان انا لما اجي اسلق حاجه زي مثلا هعمل رز بحليب، فما ينفعش وانا بسلق الرز ادي له سكر، ما السكر هيأخر التسويه. فانا مش عارفه موضوع السكر، هل كانت مثلا عايزه ان القمح يبقى مسكر؟ مش عارفه يعني، بس هجربها واقول لكم، والله يمكن تطلع حلوه وانا اللي غلطانه، او يعني انا اللي ايه دايما ما احكمش على حاجه ابدا لما اجربها. حتى لما وصفه مثلا بتطلع ترند على اي موقع بقى من مواقع التواصل الاجتماعي، ما اقدرش اروح جايبه الوصفه كده واروح طالعه بيها على الهواء، ما يمكن ما تطلعش تبع ذوقنا كمصريين او كعرب، ممكن يطلع الوصفه فيها مشكله، ممكن تطلع الوصفه محتاجه شويه اضافات، وصفه مثلا اجنبيه فعندهم مكوناتنا مثلا نوع دي مختلف، نوع الكريمه مختلفه، نسبه الدهون فيها مختلفه. فدايما لما بعمل اي وصف هنا في البرنامج كعيش وملح يكون ترند، لازم اجربها في البيت الاول. والله ظبطت ظبطت واجي انقلها لكم، ما ظبطتش هحاول انا اظبطها واضيف عليها حاجه تظبطها، بحيث لما انتوا تجربوا المقادير تطلع معاكم ما فيهاش اي غلطه. ليه؟
عشان ما حدش يدعي عليا بقى يعني انه عايز اكل، لما اجربه وصفه تقول الحمد لله ان الوصفه طلعت حلوه، فدايما لازم اجرب الاول الوصفه. طيب انا عندي طبعا الحليب اللي قدامه لسه شويه لان الكميه ما شاء الله كبيره، انا عندي القمح مسلوق فاقدر انزل بالسكر في المرحله دي. هنقول لتر الحليب ياخد قد ايه سكر؟ من نص كوبايه لكوبايه، بيختلف في ايه حسب ذوقك يعني. انت في ناس بتحب السكر عالي، في ناس بتحب انا بالنسبه لي السكر الوسط ده احلى حاجه، بس في ناس سكرها بيبقى عالي، فانا هزود نص كوبايه. والله حسيت ان الموضوع لا محتاج شويه سكر يبقى ازود شويه سكر. الكريم شانتيه كمان اللي انا مستخدماه كريم شانتيه اكياس، فالاكياس دي تبقى مسكره، فما اجيش انا احط بقى سكر وارجع احط كريم شانتيه فلاقي في الاخر ان معلقه ونفسي جزاها كده ومش قادره، لا مش عايزين ده، عايزين ناكل طبق واثنين وثلاثه ونتبسط بالمناسبه الحلوه دي. فيعني ايه، انا كنت هعمل الوصفه دي بكره بس بكره عاشوره، فانا هعملها وهتلحقوا تنقعوا القمح امتى وتاكلوها امتى والكلام ده كله، فقلت ايه لا وانا بتناقش انا وبسبوستي امبارح قلت لها لا احنا نعمل ايه العاشوره النهارده عشان حبايبي يجربوها النهارده او ينقعوا القمح من النهارده ويسلقوه بالليل مثلا والصبح بقى يكمل الوصفه. الفكره بتاعت سلق القمح بنعمل ايه بعد ما غسلنا القمح كويس ونقعناه وغيرنا الميه عليه تمام جدا ما فيش اي حاجه، بعد ما بيتصفى كويس بحطه على النار في كميه ميه كتير مش قليله، اسيبه يغلي حبه حلوين، هنقول قد ايه يعني 10 دقايق ربع ساعه، بعد كده بهدي النار خالص لمده نص ساعه. حتى لو في نص ساعه دي ما كان بيقولوا عليه كده فشر القمح فشرت، هروح عامله ايه مثلا حسيت ان هي فاضله تكه سوا ما بسيبهاش على النار، بقفل النار وبغطيها بكمرها، والمده نص ساعه مثلا ولا ساعه الا ربع تلاقوا ان القمح نفشت وابتدت تستوي تمام وبقت زي الزبده، فما سيبهاش مده طويله على النار. فاجي لما اكمل كمان سواه هنا الاقي ان الموضوع بقى معجن كده في قلب بعضه، لا انا عايزاها تفضل الحبايه باينه لكن طريه ومستويه. اهو ابتدت تسخن اهي. انا بسيب الحليب مع القمح شويه ليه؟ انا عندي القمح مسلوق في ميه فانا عايزه الحبايه ذات نفسها تشرب من الحليب اللي احنا حاطينه، فبسيبها شويه على النار لما تغلي حط كريم شانتيه نحط النشا نحط الكلام ده كله تطلع عندي زي الفل. لو انا بقى مستخدمه الميه بتاعه سلق البليله بتبقى فيها الماده اللي هي النشويه بتاعه القمح، فممكن ما احتاجش ازود كميه نشا، انا هنا هزود كميه نشا لان انا شلت الميه يعني دي انا سقطتها، لكن انتوا لو هتستخدموا الميه مثلا لتر من الحليب او 3 كوبايات من الحليب كوبايه من سلقه ميه سلق النشا البليله ميه سلق البليله هتبقى معاكم زي الفل. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه، هعمل ميكس كده، خلي الكبشه دي دلوقتي مش محتاجينها. طيب هنعمل ايه، وعندي ميه نجيب ميه ولا ما عنديش ميه يا جماعه؟ هنشوف نجيب ايه، عندي ميه يلا بينا. بصوا بقى هنعمل ايه، ده كريم شانتيه اهو وعندي النشا، هحط معلقتين واشوف لو حسيت انه عايز تاني هنزود، وشويه ميه صغيرين حبه صغيرين مش كتير يعني مش عايزه الموضوع مش عايزه ميه كتير، انا عايزه الموضوع يبقى فيه دسم كده يبقى كوبايه العشوره بخيرها كده يعني تبقى دسم ما يكونش فيها ميه، فمش هزود ميه غير يا دوبك شويه نشا. او لو انتوا حابين من اول الوصفه تشيلوا شويه من الحليب على جنب وتروحوا مدوبين في الخلطه دي برده تمام جدا ما عنديش اي مشكله. تعالى ناخد الفانيليا كمان، وادي الفانيليا مع اني بحب قوي الفانيليا الباودر هنا يعني بحس ان الفانيليا السايله دي حلوه كل حاجه بس دخيله برده علينا، احنا الفانيليا الباودر دي كنا بنجيبها زمان كانت علبه معدن كده لونها ازرق وما زالت موجوده على فكره. هاخد بقى الكلام ده اول ما احس ان الحليب سخن ويبتدي القمح يشرب شويه من الحليب بروح حاطه الخلطه دي. تمام جدا جدا، مش هشيل النشا دلوقتي لان انا مش عارفه لسه الدنيا ايه. وبعمل كمان خطوه حلوه قوي، بحط شويه من جوز الهند هنا جوه الخليط ذات نفسه ده اللي الناس بتحب جوز الهند، وابتدي اقلب. طبعا النار عندي عاليه وانا قاعده قدام الحله مش يعني مش رايحه في حته فامان بالنسبه لي، لو هتروحوا وتيجوا يبقى هدوا النار خالص اهي ماشي. طيب انا اهي بتبتدي اهي تربط بس مش هيبان دلوقتي لما تغلي، اطمن النشا استوى واتاكد ان القوام بالنسبه لي تمام يعني شايفين اهي ما بقتش حليب كده سايل زي الاول، فانا هسيبها تغلي على النار شويه وهشوف لو احتاجت شويه نشا هاخد شويه نشا في ميه بارده بارده تمام ما عنديش اي حاجه سخنه اقلبهم على البارد زي ما عملنا هنا واروح حطاهم على الحله وتربط وبس، ونرجع نضربها بالهاند بلندر ونزين بقى المكسرات بتاعتنا. هناخد فاصل سريع ونرجع لكم على طول من تاني، استنوا.
والله لو هتسألوني ايه صنف حلويات يضرب اي صنف مش مصري، طبق البليلة ده، طبق اللي مش عارفه مسماها هي بليلة، ما هي بليلة برضو، بس احنا يعني ايه بليلة هانم، طبق عاشورة بشوية مكسرات كده من اللي متاح عندنا في باب التلاجة، تاكلوا احلى طبق في الدنيا. على فكرة مش مرتبطة معايا بموسم، احنا بنعملها لازم في الموسم، بس عادي يعني لو عملنا شويه بليله وفضل منهم حبه فنضربهم ونحط شويه حليب وسكر ومكسرات بقت عاشوره، فمش مش مرتبطه قوي ان احنا لازم نعملها بس في الموسم، لا اعملوها في اي وقت، سهله كده وسريعه ما تاخدش وقت ومش مكلفه قوي، يعني شويه الحليب والقمح وخلاص، وممكن تجيبوا قمح مش لازم شركه، يعني هاتوا من العطار كده سايب ربع كيلو او نص كيلو براحتكم يعني. طيب بصوا قبل ما اشيل دي، هي غليت على النار بس اضطريت ازود معلقه كبيره من النشا في حبه ميه صغيرين، بقت عندي بالقوام ده، بصوا كده ليها سمك مش تقيله قوي ومش خفيفه قوي، يعني دي بالنسبه لي كده ممتاز. والله بعد الضرب حسيت ان القمح لما اتضرب زود ماده الربط، هزود شويه ميه جنبها ما رضيتش اشيلها ونشوف القوام عامل ازاي. نجيب بقى الهاند بلندر، ده اول مره استخدمه ده، شوف بصوا انا بضرب ايه، ضرب متقطع، مش عايزاها تبقى كلها ناعمه ومش كلها خشنه. بتضرب ولا ما بتضربش؟ اه بتضرب. لا خلينا في العادي. بصوا ابتدى بقى ازاي يبقى في عندي حجمين في القمح. لا خلينا في العادي. الله. بس كده. ما بيتفكش؟ لا بيتفك. نشيل ده خلاص وناخد بقى ده، عشان عندنا عجين دلوقتي، عندنا عجين محتاجين نشتغل فيه. ناخد الميه على جنب زي نص ضربه كده، ولا هي ناعمه قوي ولا هي خشنه قوي. ناخد بقى الجمال ده ننزل بيه هنا، دي بقى تبرد، وعندكم بقى حته قشطه بلدي كده على الوش، عارفين بتبقى جميله، ممكن تحطوا كمان شويه ايس كريم لو عايزين بولة ايس كريم، رشه عسل ابيض، يعني بديكوا افكار اهو، انتوا دلعوا بقى الموضوع. ممكن تحطوا كراميل، ممكن نحط شويه كاكاو خام فتبقى عاشوره بالشوكولاته. وانا فاكره السنه اللي فاتت في نفس الوقت عملت حلقه كامله عن العاشوره، عملت بالكراميل وعملت بالشوكولاته وعملت مش فاكره بقى الثالثه كانت ايه، بس اصلا احنا ممكن لو انتم من الناس اللي بتحب الشوكولاته عادي ممكن نحط شويه كاكاو خام نقلبه مع الحليب او نقلبه مع النشا والميه اللي دوبناهم على جنب. حاسه ان انا عايزه امسك الحله هيله بيله كده وانزل بيها نخلص الفجر كده. ادي اهو طبعا بسيب شويه بقى جوز الهند اللي اتحطوا دول بيدوا ريحه خطيره، لو انتم مش بتحبوا جوز الهند عادي، ولا كاني قلت حاجه وشيلوه خالص من الوصفه. عايزين تخلوا التزيين بالطلب، انا عن نفسي بعملها في البيت، بعملها في اطباق الرز بلبن وبخلي المكسرات على جنب، اللي عايز يحط مكسرات يزود، اللي مش عايز خالص ياكلها كده بدون مكسرات يبقى راضينا جميع الاذواق. شوف ما شاء الله لتر الحليب مطلع كميه كبيره، يبقى نقول مثلا عملنا لتر حليب، نص كوبايه سكر لكوبايه سكر، انا دوقتها في الفصل حسيت سكرها مظبوط جدا، ونص ربع كيلو من القمح بس. ممكن املى بقيه الكاسات بقى. ايوه ماشي. مش عايز جوز هند ولا فول سوداني؟ ماشي. عندنا واحده هنا وصايه بالزبيب بس، بتفرسوهم. ايوه واخده بالي اهو، بس كده خلاص تم بحمد الله. انت كده ونشيل ده، نقفل البوتاجاز طالما مش هنستخدمه، عشان بس ايه ما احسش ان انا واقفه قدام السشوار. تعالوا ننضف الطبق وبس كده اهو. بس جاي ريحتها تفتح النفس. هنزينها بايه؟ اهو اهو كده. نجيب جوانتياتي، مفيش جوانت، ماشي اهو، شويه جوز هند
اهو. انتوا قلتوا في واحد عايزينها زبيب بس صح؟ اهي دي مش هنحط عليها حاجه غير شويه زبيب، الباقيين بقى نزينهم. شفتوا سهله ازاي؟ والله ما فيش اسهل من كده. عايزين تحطوا شويه مكسرات جوه يعني مع جوز الهند، نحط شويه فول سوداني ممكن برضو، ما عنديش اي مشكله. ابسط حاجه حطيت لكم شويه فول سوداني على الزبيب، وشيلوهم بقى لو مش عايزين. بس كده عايز اقول لكم ان مهما طلعت اختراعات للرز بلبن، والرز بلبن احنا مبهدلينه قوي معانا، ستظل طبق الرز بلبن ابو شويه جوز هند وزبيب هو الاقرب الى قلبي. ما تسالونيش ليه بقى، يعني بقى احط بقى عليه كيك واحط حلو ومال جميل، الاختراع جميل وعملناها هنا مع بعض، بس الفكره ان الواحد بيحن للاصل، الحاجه اللي هي ايه مفيش اي فيها اضافات. طيب عملنا العشوره مع بعض بطريقه سهله جدا وبسيطه. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل نوع فطاير او مناقيش سهله جدا جدا جدا، وبعجينه هتفتح لك وصفات قد الدنيا. شيل بس الحته دي. هنعمل عجينه طريه جدا للمناقيش، ونعملها بثلاث حشوات مختلفه، وبناكلهم من بره المحلات السوري بيبقى طعمها خطير. تعالوا نشوف المقادير مع بعض. فين الورق؟ اهي. مناقيش مشكله. طيب معانا علبه زبادي، اربع كوبايات من الدقيق، معانا كمان معلقه كبيره من الخميره معلقه كبيره من البيكنج باودر، ميه دافيه للعجن او نزود الزبادي، وممكن نحط كمان شويه لبن رايب تبقى برده حلوه جدا. معلقه كبيره خل ابيض، ربع كوبايه حليب بودره اختياري مش اساسي في الوصفه وايه تاني؟ وربع كوبايه زيت، ومعلقه صغيره من الملح. طب المقادير دي اقدر اعمل بيها ايه؟ اقدر اعمل بيها اي معجنات سواء حادق او حلو. حادق هزود الملح زي ما انا حاطه، حلو هدي رشه ملح وازود شويه سكر، عندي سكر في معلقه كبيره سكر، لا مفيش، في معلقه كبيره سكر، هزود السكر وازود شويه فانيليا فيدي العجينه طعم مسكر ويدي كمان ريحه الفانيليا، فممكن تزودوا ده في حاله الحلو مش الحادق. الحادق تعملي بيها زي ما هي المقادير مكتوبه كده، هتطلع معاكم خطيره. طيب هشيل بس دول عشان ايه، نوسع مكان لنفسنا. بس كده. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ تعالوا نشوف. تعالوا الاول نحط مقادير العجينه في العجان عشان نشتغل في العجينه اللي بالفعل خمران. هنحط ايه اول حاجه؟ اربع كوبايات من الدقيق. استاذن حبايبي لو ممكن بس يجيبوا لي جوانتي. خميره، حليب البودره بيدي طراوه مش طبيعيه للعجين، بيدي قوام حلو جدا ولون حلو ودسم، يعني حليب البودره دسم فبتحسوا العجينه كده متكلفه متمونه، بس مش اساسي. يا استاذ احمد ازي حضرتك؟ وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ كل سنه وحياتك طيبه يا رب، وحضرتك بخير وصحه وسعاده يا رب العالمين. يا رب اللهم امين. الحمد لله يا رب. الله يكرمك يا رب. تسلم لي. عملت عشرة ولا لسه يا استاذ احمد؟ راح الخط. طيب حاول كلمنا تاني. طيب انا حطيت هنا المواد الجافه كلها، دقيق، خميره، سكر، بيكنج باودر، وملح، والحليب البودر. هديهم تقليبه بسيطه، مش شرط بالعجان على فكره، ممكن نقلبهم كده بالمعلقه. يعني ندمجهم بس مع بعض مش اكتر، مش هعمل حاجه تانية. خلاص بس نخلطهم مع بعض كويس. طيب بعد كده بعمل ايه؟ بروح رافعه ده، حط الزيت والخل، بيدي يعني هو مش بنفس نتيجه محسن الخبز، بس برضو بيدي نتيجه حلوه جدا وقوام حلو جدا للعجين. علبه الزبادي، وما بزودش الميه بقى هنا غير لما اشوف قدامي العجينه محتاجه قد ايه. هنقول مثلا احنا عندنا اربع كوبايات من الدقيق، اربع كوبايات دول يختلفوا بين كل نوع دقيق والتاني، في نوع ممكن ياخد كوبايه ميه، في نوع ممكن ياخد كوبايه ونص. ودايما بيسالوني لو مش عايزين تستخدموا الدقيق الابيض، عايزين مثلا دقيق شوفان، دقيق اسمر، اي نوع دي انتوا عايزينه، فممكن ان احنا ساعتها نزود كميه الميه، يعني دي الاسمر او دي شوفان، الاثنين دول بياخدوا كميه سوائل زياده، فخدوا بالكم ممكن تعملوا نفس المقادير بنفس الخطوات بدي اسمر، بس هيختلف نسبه السوائل مش اكتر من كده.
هنضرب بقى مع بعض، نشغل النور اهو. العجينه بقى والله ربنا كرمنا بالعجان هنشتغل بيها. ما عنديش عجان عادي هنعملها على ايدينا. وعايزه اقول لكم ان انا بالنسبه لي انا عندي عجان في البيت ما جبتوش من بدري، يعني كنت بعجن الاول على ايدي. فانا بعجن مثلا هنقول العجينه اجمالي مده العجن 10 دقائق، بعجن 7 دقائق على ايدي او 5 دقائق، والخمسه التانيين على ايدي، يعني جزء في العجان وجزء على ايدي هنا. ايه اللي بيفرق؟ ما بنعجن العجينه من غير الجوانتي ده بتحسي العجينه محتاجه شويه ميه، لا ده انا محتاجه شويه زيت، لا ده انا محتاجه شويه زبده، معلقه زبده لمي بيها العجين. فلما بتلمسوا العجينه بتحسوا هي ناقصها ايه عن العجينه. العجينه هو شغال مع نفسه، هو منطلق، لكن عشان تشوفي العجينه بالظبط ملمسها عامل ازاي تمسكيها بايدك مش بجوانتي طبعا، بس احنا عشان في التلفزيون بقى يعني ايه واخدين راحتنا فنشتغل بالجوانتي. طيب انا بالنسبه لي محتاجه ميه طبعا، لسه ما حطيتش اي ميه، بس بشوف الزبادي اندمجت مع الخليط. هنبتدي بقى نزود الميه شويه بشويه. انا مثلا في نوع دقيق دايما بستخدمه وما بغيروش، انا مش عارفه هو نوع دقيق ده ولا يعني ولا نوع تاني، فانا مش ه يعني مش ه الحماس مش هياخدني قوي اروح حاطه الميه اللي انا متعوده عليها للاربع كوبايات دقيق. هعمل ايه؟ هزود شويه بشويه. وطبعا انا هنا ضامنه بقى الخميره، انا عارفه نوع الخميره اللي انا بستخدمه. لو انتوا جايبين نوع خميره انتوا اول مره تستخدموه او خلص النوع اللي انتوا متعودين عليه ومجربين نوع جديد، هاخد خميره شويه ميه دافيه او حليب وشويه سكر بسيط اقلبهم مع بعض. ده اختبار خميره، والله زي ما سبتها زي ما حطيتها يبقى الخميره دي مش شغاله ومش هكمل بيها الوصف. لو عملت فوم او فقاعات او فقاقيع كده يبقى عندي خميره شغاله هسمي بالله واشتغل بيها على طول. نزود بقى الميه. انتوا احسن خليكم شغالين بكوبايه. ما سمعتكش يا فهمي ما لحقتش. ماشي انا هكمل دلوقتي بزود الميه بشويش واحده واحده لحد ما احس انها ظبطت معايا. ففي المده دي عشان ما نصدعكوش ونكمل عجن العجينه مع بعض هناخد فاصل سريع ونرجع لكم من تاني. شوف بقى الحشوات اللي هنعملها مع بعض هنعملها ازاي. فاصل ونرجع لكم. رجعت لكم بعد الفاصل، ما غبتش عليكم. عملنا ايه في الفاصل؟ عملناش اي حاجه، بس روقنا مكاننا كده. والعجينه احتاجت رشه زيت بسيطه جدا، ده اللي كنت بقول لكم عليه. يعني انا العجينه كانت لمه بس كنت حاسه انها ايه، لا محتاجه معلقه زيت صغننه، فزودت لها شويه زيت صغننين وبقى ما قد كده اهو، ما زودتش كتير. طيب العجينه عندي تعالوا نبص عليها قبل ما ايه نكمل الوصفه. بصوا عجينه طريه، هي لسه ما اتعجنتش يعني محتاجه لسه كميه عجن لا باس بها، يعني مثلا 5 دقائق ولا حاجه. بس العجينه عندي طريه جدا مش محتاجه اي حاجه تاني ولا ميه ولا زيت ولا اي حاجه، حتى مش بتلزق في ايدي، يعني ايدي جوانتي نضيف ما فيهوش حاجه. فانا هسيبها تكمل عجن ونبتدي نفرد العجينه الخبران. بعد ما العجينه بتتعجن كويس جدا 10 دقائق ربع ساعه على حسب بقى انتوا وقدرتكم. لو في عجن خلاص هنسيبها 12 دقيقه 15 دقيقه. لو هنعجن على ايدينا 10 دقائق ونخدمها بس كويس على الرخامه تطلع معايا زي الفل. اي معجنات في الدنيا عجنتوها كويس خمرتوها كويس هتسهل عليكم الفرد جدا جدا، مش تحسوا ان انتوا يعني في مجهود مبذول عشان افرد عجينه او عشان اقطعها واقسمها، وده في اي معجنات. فدايما نخدمها كويس، نعجنها كويس، ندي شويه زيت لو احتاجت، هخمرها كويس، افضي الهواء وابتدي اشتغل فيها تطلع معانا احلى حاجه في الدنيا. طب انا عندي 3 حشوات دي مش هخلطهم مع بعض، بس هخلط الهريسه. ناخد دي، لا تعالوا نجيب معلقه ثانيه، ناخد ايه معلقتين كده وناخد كمان الزيت معانا. عندي هريسه مش هزود ملح بقى، انا عندي زيتون وعندي زيتون اسود مفروم، مش هحطه كله، انا هحط شويه زيتون مع الحشوه الثانيه. ادي حشوه الحشوه دي طعمها بيبقى خطير للناس اللي بتحب الحاجه المشطشطه، يعني في معجنات بتبقى حلوه الهريسه جدا فيها، فانتوا لو من الناس اللي بتحب الحاجه مش هتشطها هتبقى بالنسبه لكم حلوه جدا. عندي الزعتر اللي هو دقه الزعتر او دقه الزعتر المحوج، ده بيبقى زعتر وسمسم وشويه اضافات كده بتبقى خطيره وطعمها حلو جدا. محمد انا سمعت صح؟ زكي يا استاذ محمد، احمد زكي يا استاذ احمد.
مساء الهنا والسعاده يا زيتوته حبيبه باباها احمد. الله يكرمك يا رب، ربنا يخليك يا استاذ احمد، والله منورني. الله يعزك، واشكرك ان انت بتعملي الحاجات المناسبات. فاكر لما قلت لك اعملي الحاجات المناسبات؟ ايوه، لازم احط كلامكم في عين الاعتبار على طول واعمل لكم اللي انتم عايزينه. وعلى فكره زي ما انت بنتي صندرة بنتي، ست الكل نجلاء الشرشابي الصبح عملت برضو عاشورة. ما هو موسم بقى، هتلاقي كل البرامج ورا بعض بنعمل عاشورة. عملت عاشورة، انا كنت عايز اخش جوه الشاشه واخد العاشورة منها واطلع. مش كنتوا شلتوا لي طبق يا جماعه وانا جايه كده شاربه قهوتي ونازله؟ كل سنه وانتم طيبين يا رب. وحضرتك طيب، اسره سي بي سفرة مش قناه. يا رب يخليك، ربنا يكرمك والله يا استاذ احمد، حضرتك منورني وكلامك كده دايما بيدينا والله طاقه ايجابيه نعمل احسن ما عندنا. انت المحترمين، ربنا يخليك. تسلم لي يا رب يا استاذ احمد. طيب انا هنا عملت ايه؟ جبت دقه الزعتر او دقه الزعتر، حطيت عليها زيت لحد ما توصل عندي بالقوام ده، وشويه ملح بس، ما عنديش اي حاجه ثانيه، تبقى اقدر افردها على العجين. يبقى عندي هنا خلطه الزعتر، وعندي كمان الهريسه بالزيتون المفروم، ممكن نحط كمان زيتون اخضر هتبقى حلوه جدا، بس يعني ده اللي كان متاح عندي. فتمام، نشيل بقى دول خلاص مش عايزهم. تعالوا بقى ناخد العجينه، هي فين؟ في ركن البيض الهادي اهي. ناخد كده اول قطعه، استنوا لا تقع اهي، هدي رشه دي بسيطه جدا مش كتير، بس عايزه بس تبقى انتوا شايفيني ما بقاش حاطه كده البولات اهو، رشه دي بسيطه كده وافردها. انتوا عايزين تعملوها واحده كبيره زي البيتزا كده ممكن، عايز تعملوها صغننه برضو بتاعتكم انتوا، الحجم ده يعني على حسب ما انتوا حابين. افردها، عايز اقول لكم العجينه من كتر ما هي طريه هي والله ما محتاجه نشابه، يعني لو معانا وقت كنت هفردها كلها بايدي، بس عشان بس الوقت فتلاقوني بشتغل بعجان ونشابه، يعني عشان بس ننجز في الوقت مش اكتر. هاخد كده شويه دي فوق، وناخد ده كده وابتدي افردها. يا ايسل ازيك؟ ازيك يا شيف توتة؟ ازيك يا قلب شيف توتة؟ عاملة ايه؟ انا كويسة، انتي عاملة ايه؟ الحمد لله يا رب دايما يا روحي. صباح الخير. صباح الهنا والسعادة يا سكر. فطرتي ولا لسه؟ بحبك قوي. انا بحبك قوي قوي. فطرتي ولا لسه؟ فطرت. فطرتي؟ طيب عايزاكي بقى تخلي ماما تجرب الوصفه دي، هتعجبك قوي قوي ان شاء الله، وكلميني تاني طمنيني. طب ايه هي الوصفه؟ عباره عن ايه؟ دي حاجه زي البيتزا كده وحاطين عليها شويه حشوات بسيطه، انت ممكن تحطي جبنه، تحطي خضار، تحطي لحمه مفرومه، تحطي انت بقى بتحبي ايه؟ يعني البيتزا بتحبيها بايه؟ الجبنه الشيدر والرومي. ماشي. والخضروات والزيتون اللي من فوقهم. الله. من فوقيها عشان يبقوا حلوين ويدوا طعم حلو. طيب انا هعملك دلوقتي واحده مخصوص ليكي بالزيتون والجبنه. شكرا. انا ايسل بقى اللي انا كلمتك كتير قوي. حياتي. مع ساندرا مع ساندرا في بروخات في بهارات. حبيبتي انت عارفاكي يا ايسل طبعا. ايوه عايزاكي بس تديني ال كنت عايز اسالك على حاجه. قوليلي. كنت عايزه اقول لك بس ان انا عايزه طريقه الايس كريم بالفانيليا. حاضر. يا سلام عيوني دلوقتي، بصي هتنزله لنا على الشاشه على طول. حبيبتي انت يا قمر. طيب بصوا بقى انا عملت ايه، بس بحاول اخليها مدوره، انا الصبح كده بالنسبه لي تمام. بصوا يعني مش عايزاها تبقى رقيقه قوي، ليه؟ عشان ما اجيش في الاخر اسويها تنشف، فعايزاها تفضل طريه. نجيب شويه زيت صغننين خالص اهي، نقطه كده من الزيت، وعندي فرشه، عندي فرشه اهو، كل قطعه هتبقى في صاج. تمام تمام ناخد دي كده نضغط عليها كويس قوي برضو، نجيب شوكه ونبتدي نخرمها كويس عشان ما ترفعش معايا، مش عايزاها تعلى، هي سمكها مش يعني مش عالي، بس برضو مش عايزاها ترفع معايا قوي. دي بقى تتاكل كده سخنه جنب كوبايه شاي بنعناع، وتبقى احلى حاجه، احلى فطار.
نعمل ايه؟ تعالوا نعمل الحشوة بتاعت. يا أستاذة وداد، وداد ازيك؟ تمام الحمد لله، صباح الفل. صباح الهنا وسعادة، فينك؟ غايبة عني ليه؟ يا حبيبتي انت دائما في البال، والله وحشتوني. حبيبتي والله انت وحشاني اكتر. حبيبي تسلم يدك على المناقيش الحلوه. يسلم يعني قلبك يا روح. دور على الصوره تسلمي. حبيبتي والله انت اللي عيونك حلوه. ازيكم عاملين ايه؟ بخير والله طول ما انت بخير. يا حبيبه قلبي كل سنه وانتم طيبين يا رب. يا رب وانت بالصحه والسلامه والهنا. طمنيني الجو عندكم ايه؟ والله الحمد لله يعني الحين كويس، بس لما كنت بالاجازه لا والله كان جدا حار. كانت موجة حر. نفس عندكم. دلوقتي الجو عندنا حلو، يعني الجو النهارده الحمد لله صاحيين كده، شمس مش طالعه قوي وجو يعني تراوى شويه، فيا رب ان شاء الله يعني الايام الجايه تبقى كويسه برضه. هنا حر يعني توصل 50 52. لا احنا 40 وبنفرفر. احنا 40 دي وبنروح على الثقيل. ايوه احنا 40 دي واحنا حرانين جدا، فانتوا يا رب يعينكم يا رب على الموجه دي وتعدي كده والجو يبقى طراوة ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب على نفسك وعلى ساندرا والموجودين كلهم. يوصل يا روح يوصل يا حبيبتي، نورتيني يا وداد. طيب بصوا بقى يا جمال، اهي نجيب صاج تاني ونفرد العجينه الثانيه. انا هعمل من كل نوع قطعه وانتوا بقى تزودوا تنقصوا يعني براحتكم بقى. شوفوا بقى ميكس الهريسه مع الزيتون المفروم، مش حاطه ملح، العجينه فيها ملح والهريسه اصلا تبقى مملحه، بيدي ميكس كده حلو قوي. يعني دايما بنشوف مناقيش فيها زيتون جبن مثلا وزيتون، المنقوشه دي فيها فكره الهريسه مع الزيتون المفروم تحفه، هتعجبكم قوي قوي ان شاء الله. نفس الكلام رشه دي بسيطه اهو من هنا ومن هنا، نفضي الهواء كده اللي فيها عشان بس ما تزهقناش واحنا بنفردها. ونفس الكلام بنفس السمك. طبعا انتوا بقى تقدروا تحطوا ميكس جبن، تحطوا مشروم، تحطوا شويه لحمه مفرومه، عندنا مثلا فضلت بواقي التلاجه، عندي حته بسطرمه، صدر فرخه مثلا بايت عايزه مش عارفه اكله الاولاد ازاي، كميته قليله مثلا فمش هينفع لوصفه، مع ان احنا عملنا شاورما بالصدر الفرخه البايت وزودنا شويه اضافات كانت خطيره. ايوه ماشي، انا خلاص اصلا فاضل واحده. عيوني ادي لا ما هي واحده، هنحط تركي ثلاثه اللي بالجبنه دي، هنحط فيها زيتون لعيون ايسر. تمام نفس الصاج اهو، دهنا برضو شويه زيت ونحاول بس نسكنها كده كويس بس كده، حسيت ان في حته يعني مليانه شويه نفردها كده بايدين شوكه. ممكن تعملوها نفس فكره الميني بيتزا بس مش تبقى مناقيش بقى ساعتها، تبقى ميني بيتزا بالحشوات المختلفه دي. حط الزعتر دي بقى بتبقى تحفه، يعني مش من الزعتر دقه الزعتر بس، دي مع كوبايه الشاي احلى فطار. بس كده عايزين تسيبوهم يخمروا شويه ماشي، التسويه تدخل فرن سخن على 180 لمده 8 دقائق مش اكتر من كده. الحشوه عندي ما فيهوش حاجه محتاجه تسويه، العجينه مش سميكه فبالنسبه لي هتطلع مظبوطه جدا. تمام وادي تاني حشوه، تعالوا نعمل الثالثه الاخيره دي لعين ايسر ونضيف عليها الاضافه اللي قلنا عليها. يلا بينا. طبعا بعد ما بنعجن العجينه بنخمرها عشان بس تبقى هشه كده معانا وما تضايقناش واحنا بنشتغل. شويه دقيق تاني افردها. خلينا نعملها على طول اهو، يلا بسرعه بسرعه بسرعه. فكره في ايه؟ احنا ممكن نعمل من دي كميه، انا مثلا عامله 4 كوبايات دقيق، ممكن انتوا تعملوا مثلا 6 تعملوا 8 تضربوا المقدار في 2 كله وتسووها وتبتدوا ان انتوا تشيلوها في اكياس في الفريزر تبقى جاهزه على الفطار. صحي بقى يوم الصبح مالكيش مزاج تعملي فطار، تروحي مطلعاهم يفكوا وتدخليهم الميكرويف كده شويه يدفوا، او الفرن يكون متسخن على 180 ومقفول ودخليها بس تسخن كده عشان تبقى طريه معانا. يا استاذ حسين مساء الهنا. مساء الفل يا دكتور. مساء الهنا، اخبار حضرتك ايه؟ ازاي حضرتك؟ والله بخير طول ما حضراتكم بخير. الحمد لله ربنا يطمن عليك وتسلم ايدك ويسلم ايدك طيبه كده، كل اسر قناه سي بي سي سفره كده، ربنا يخليك. جمال
ربنا يكرمك. سلامة كده ان شاء الله كده. يا رب يخليك ويكرمك، ودايما كده حضرتك دايما صوتك منورنا. الله يخليك يا ست الكل. الله يكرمك. حضرتك اللي منورنا، حضرتك بخير احنا بخير. يا رب يخليك والله على راسي كلام حضرتك. ماشي تسلم يا استاذ حسين، كل سنه حضرتك طيب يا رب. نفس الفكره بقى، انا مش هشرح خلاص. ايه انتوا عرفتوا الفكره بتاعتها، خرمها كويس جدا، كل ما خرمتوها كل ما خليته ان العجينه فيهاش مساحه انها ترفع، ترفع حاجه بسيطه وتبقى هشه، بس مش عايزينها تبقى كيكه يعني، عايزاها برضو تبقى السمك بتاعها مظبوط. دي هعمل ايه بقى؟ هحط اي نوع لانشون فراخ بقى، عادي او مدخن، دي حسب ذوقكم، انا دي بالنسبه لي اكتر واحده بحبها بصراحه. يلا بينا نحط ده بس اهو، حط شويه جبنه موتزاريلا، كان عندي شويه شيدر كنت حطيت عشان خاطر هيون ايسل، بس دي اللي عندي يعني، دي احنا ايه اللي مجهزينها، فانتوا حطوا بقى اللي انتوا عايزينه بس كده. نطلع بس الجبنه الحرف، وحط، هي قالت تحب الزيتون فانا هديها شويه زيتون. دي تاكلوها بقى بتبقى طريه طراوه وجميله قوي قوي، دي اكتر حشوه بصراحه انا بحبها. هنا دي ما فيهاش كتير، هدخلها فرن سخن على 180 8 دقايق بالظبط، بتبقى مستويه معايا وطريه. اول ما تخرج من الفرن رصوا عليها شويه ميه وغطوها بفوطه مطبخ نظيفه، هتفضل طريه وفيها الرطوبه اللي انتوا حابينها. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد فاصل سريع ونرجع لكم على طول من تاني، استنوا. رجعت لكم بعد الفاصل، ما غدتش عليكم، وريحه المناقيش قلب الدنيا. بصوا يعني اتفرجوا اهو، ما تيجوا نشوف، تعالوا اتفرجوا على المناقيش، طريه وسهله جدا ما خدتش وقت. ونوعت لكم في شويه الحشوات عشان ايه، اللي بيحب الهريسه هيلاقي ذوقه، اللي عايز بالزعتر اللي هي الاصليه، عاملين الجبنه والتركي، يعني انتوا بقى يعني حطوا الحشوات دي براحتكم. على فكره ممكن تحطوا جبنه بس، يعني انتوا جربتها بكده، كانت حطيت جبنه موتزاريلا ملحها قليل، ولما وحطيت شويه حبه البركه، ولما طلعت رحت مديها رشه عسل ابيض. عايزه اقول لكم طعمها كان خطير، العجينه طريه، الجبنه سايحه، فيها سنه ملح بسيط مع العسل، فكان في توازن كده حلو. تعالوا نقول مقادير مع بعض تاني عشان لو حد ايه دخل في الحلقه متاخر يقدر ان هو يصور المقادير. معانا ايه بقى؟ 4 كوبايات من الدقيق، علبه زبادي اللي هي العلبه ال 105 جرام، معانا كمان معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره من البيكنج باودر، ومعانا ميه دافيه للعجن، ومعلقه كبيره من الخل الابيض، وربع كوبايه حليب بودره، مش اساسي مش لازم تحطوه، وعندي معلقه صغيره من الملح. الحشوات بقى عملنا شويه حشوات بسيطه، عملنا زعتر عليه شويه زيت زيتون ورشه ملح، هريسه مع زيتون اسود، ممكن تخلطوهم مع بعض زي ما انا عملت في اللي عملناه على الهوا، ممكن تحطوا الهريسه وتحطوا الزيتون الاسود على الوش، دي بقى بتاعتكم. في الاخر احنا هناكل مناقيش بالهريسه والزيتون، فمش هيفرق ايه مخلوط مع ايه. عملنا كمان الحشوه اللي هي جبنه موتزاريلا، وحطينا شويه اي لحوم بارده عندنا، لانشون، صدور رومي، او فراخ مثلا مدخنه، وحطينا الايسر، حطيت لها شويه زيتون عشان قالت لي ان هي بتحب الزيتون. بس يعني حلقه سهله جدا وبسيطه، ما خدتش وقت ولا خدت مجهود من والعشوره. طب النهارده الصبح عاملين عشوره عشان تقدروا تنقعوا القمح من النهارده وتسووها ان شاء الله يا بالليل يا بكره الصبح، بس المهم من ايه في البدري عشان تلحق تسقع معانا. وبس حلقه سهله جدا وبسيطه، عايزه ابص على الفرن كده نظره اروح، لا لسه ده الجبنه بيضه خالص، كان بودي ان انا اطلعها معاكم، بس يعني لا لسه قدامها شويه. بس خلاص انا قدمت معاها شويه لبنه، ممكن تحطوا زبادي يوناني وتضربوها كويس كده بالشوكه مع الزعتر، دي هتبقى خطير، ميكس حلو قوي قوي. ونصب الشاي وبس خلاص، حلقه سهله جدا وبسيطه ما خدتش منا وقت. تابعونا ان شاء الله لسه مكملين مع بعض بكره في حلقه جديده، وصفات برده سهله وسريعه وبسيطه. باي باي.